بسم الله الرحمن الرحيم. بحلول يوم عيد الأضحى المبارك أهنئ أمتنا الإسلامية والعربية ودولتنا الجزائر، فأقول لكم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. أعاده الله علينا وعليكم باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ودولتنا الجزائر في رخاء وسخاء وازدهار ونمو وتطور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عيد سعيد، تقبل الله منا ومنكم. عيد سعيد على الأمة الإسلامية جمعاء، تقبل الله منا ومنكم. أضحية مباركة، أن يكون هذا العيد عيد فرح وسرور لجميع المسلمين، وبارك الله فيكم وشكرا جزيلا. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير، اللهم عيده علينا بالهناء إن شاء الله يا رب، والسلام عليكم. صحة عيدكم، كل عام انتم بألف خير إن شاء الله للجميع والأمة الإسلامية، ولعقوبة العام الجاي إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير إن شاء الله.